أمم أمثالكم، حقيقة يثبتها القرآن الكريم وتشهد بها وقائع الحياة، أصوات لا يفهمها بنو البشر. ولولا أن قصة هدهد نبي الله سليمان وردت في كتاب الله لربما تعذر على البعض تصديقها. هذا الببغاء باكستاني منشأ تعلم الكلام تماما كما يعرفه بنو البشر، وهو عندما نطق باسم ربه الذي خلق. خلال 6 أشهر تمكن صاحب الببغاء من تعليمه بضع آيات من الذكر الحكيم، ولأن معلمه باكستاني لا يريد العربية فإن الطائرة تعلم اللكنة أيضا تماما صاحبه. الأمر لم يقتصر على قراءة القرآن فحسب، فالطائر الموهوب يمنح القبل ويوزع بسماته على زوار المنزل متى ما طرق الباب طارق. اليد التي تعهدته بالتعليم والرعاية مصرة على تعليمه المزيد، ولعل صاحبه لا يكون وحيدا حين يرجو الخالق سبحانه بأن يحفظ هذا الببغاء من أعين الحساب، وأن لا يحرمه ولا محب الطائر من سماع الصلاة على النبي الكريم.